واصلت قوات الجيش الوطني تطهيرات باب منطقة العقبة شرق مديرية الحزم بالجوف من الميليشيات الحوثية بعد سيطرتها على جميع التباب الغربية في المنطقة. تجددت الاشتباكات بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في أطراف مديرية بيحان بمحافظة شبوة، وهاجمت قوات الجيش والمقاومة مواقع الانقلابيين في جبل الشميس، ويأتي ذلك بعد ساعات من تحرير قوات الشرعية أجزاء واسعة من منطقة العكد شمال نقطة السليم بمديرية عسيلان بشبوة. هذا وجرفت مياه سيول الأمطار التي هطلت على مديرية بيحان بمحافظة شبوة مجموعة من الألغام التي زرعها مسلحو الحوثي في عدد من مناطق المديرية، وحذر مصدر عسكري من مخاطر تلك الألغام التي تجرفها سيول بعيدا عن مناطق المواجهات على حياة المواطنين. دارت اشتباكات بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي في منطقة الزنوج وموقع الدفاع الجوي شمال مدينة تعز، وشهدت منطقة الصياحي والربيعي وميلات وأطراف منطقة الضباب في تعز تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين الجانبين. قتل مدنيون بينهم شقيقتان في قصف لميليشيات الحوثي على قرى الشقيرة ووادي المعقم بمديرية الوازعية جنوب غرب تعز، كما أصيب في القصف عدد من الجرحى جلهم من الأطفال. قال رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي إن وفد الحكومة ذاهب إلى مفاوضات الكويت من أجل صنع السلام الدائم في البلاد، موضحا خلال لقائه بمقر إقامته في الرياض بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون والسفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر أن الحرب فرضت على الشعب اليمني من قبل الانقلابيين الذين اختطفوا الدولة ومؤسساتها ودمروا الممتلكات وحاصروا المدن وقتلوا الأبرياء. بدوره أكد وزير الخارجية عبد الملك المخلفي في تصريح لصحيفة الاقتصادية السعودية أن الحكومة تسعى لإحلال السلام وستذهب إلى مفاوضات الكويت وهدفها إنهاء الحرب، لكنها لن تقبل أي شروط من الحوثيين، وهو الأمر المتفق عليه مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ.